انتقلتي جوج في 2018 وما تحكمتيش وزعما لا فامي ديالك بقات مسانداك وقتلتي الروح الثالثه. راه الروح عزيزه عند الله. ضربوه ودازوا عليه بالطوموبيل وشفروه وكانت محاوله القتل ديال ولد خالي وضربوا الكوزان ديالي الاخر. صراحة انا هاد النهار كنت كنتسناه من نهار مات بطل خويا. صراحة كنت وعدتو باش ناخذو ليه الحق ديالو وما نسكتوش على هاد الظن. والحمد لله الله نصرنا ووقف معانا. زعما جانا واحد الصبر وواحد القوة في زعما في هذوك الظروف اللي كنا فيها وكنا كنطالبوا بالحق ديال بدر خويا. الحمد لله العداله عطاتنا حقنا. كنبغي نشكر القضاء النزيه من هذا المنبر. كنبغي نشكر الدفاع ديالنا الاستاذ عبد الجليل طوطو. كنبغي نشكر الوالدين ديالي اللي كانوا اللي بقاو زعما صامدين حتى زعما اخر دقيقه. كنبغي نشكر الاصدقاء ديال بدر، الناس اللي من بعيد لا من قريب. كنبغي نشكر حتى الاعلام زعما على الوقفه ديالهم معانا. هذيك النهار كنا مغديين اونتر فامي، كنا في الدار. المهم كان قال لي باش نوصل لك الحمام، بقى كنعقل. كان كيهضر مع واحد لامي ديالو، هو كان في لاسويس، وبقى بقى كيضحك كيقول لي جا عندي الكوزينه وكيقول لي حياه عرفتي كون شتي السويس راه قال لي غتزيدي تامني بالله حيت غتقولي الجنه كيفاش دايره. هذه اخر كونفرساسيون كانت بينه وبينه، اخر ديسكوسيون كانت بينه وبينه. كنخرج باش يفيت لو ديبار ديال واحد لامي ديالو دار الدكتوراه حتى هو في فرنسا، وخرجوا اونتر امي وكانوا مع هادو كوزان ديالي. صافي خرجوا كيف ما مولفين كيخرجوا مشاو تعشاو، اي بار لا سويت تلاقاو بهذوك المجرمين في ماكدو. قال ليه بالبنت تيزا، قال ليه شاف هو خاف عليها منهم حيت بانوا ليه سكرانين وفي حاله غير طبيعيه. قال لي ما تهضرش مع البنت راها معايا. ومن بعد قال لي لا، قال لي انا غادي نوريك شكون هو الهابل وطرا اللي طرا في لافير. ضربوه ودازوا عليه بالطوموبيل وشفروه، وكانت محاوله القتل ديال ولد خالي وضربوا الكوزان ديالي الاخر. وراكم شفتوا لا فيديو اللي وثقت زعما الجريمه البشعه. صراحه فخر بزاف لهاد البلاد اننا نشوفوا زعما القضايا كتحلوا بهذه الطريقه. صراحة أنا كنبغي نشكرهم من هذا المنبر، شكرا بزاف المجهودات اللي داروا. للأمن الناس ديال القضاء، لزعما الناس اللي كانوا واقفين من بعيد ولا من قريب. أنا ماشي بنت الدومين، ما عرفت صراحة لو ديتاي اللي كان، مي كنبغي نشكر زعما أي واحد دار الخدمة ديالو كوم يلفو باش وصلنا لهذ الحقيقة وباش هاد المجرمين خدوا الجزاء ديالهم. اش غادي نقول لك؟ الإعدام انا صراحه ما نبغيش يتنفذ زعما يتقتل، حيت اللي داق حر ديال الموت هو اللي غادي يقدر زعما يقول لك لا. كيبقاو عنده الوالدين ديالو، كتبقى عنده اخت، كيبقى عنده اونطوراج. هو كيف ما رزانا في خويا، انا ما نبغيش ليه صراحه، ما نبغيهمش يعيشوا نفس الحر. مي زعما الاعدام كان غادي وقيلا غادي يعيش اكثر منه، اكثر من انه يتقتل في الحبس، باش يعرف راسو هذا الانسان انه كان غلط طول حياته، انه غلط. انت قتلتي جوج في 2018 وما تحكمتيش، وزعما لا فامي ديالك بقات مسانداك، وقتلتي الروح الثالثه. راه الروح راه عزيزه عند الله. راه حنا راه ماشي، راه ربي اللي كيخلق وربي اللي كيعطي الروح، وحق الحياه شكون تري تحيدو البنادم. انا بغيتو يعيش في الحبس زعما حياته كامله باش يعرف ان الله حق، وباش يعرف ان ذاك الروح راه ماشي ما معطياش ليه هو، وحتى شي حاجه ما بيديه. واخا يكون عندك الفلوس، واخا يكون عندك النفوذ، واخا تكون عندك عائله، ما هادشي كامل ما كيهون قدام الروح. دونك انا بوغ مو ما زعما الاعدام ما يطبقش عليا. انا غير عايش في الحبس هذيك العقوبه وعرف المعنى ديالها ويسترجع غير بينه وبين الله، بالنسبه لي انا ذاك هو الجزاء ديالو. كنبغي نشكرهم بزاف من هذا المنبر، شكرا لكم بزاف. كيف ما قلت، مازال الناس كيخدموا بضمير حي، مازال الشفافيه والمصداقيه والحق يعلى ولا يعلى عليه. وكيف ما كنقول زعما ديما اللي طلب حقه راه غادي ياخذه، وحنا مازال حنا في حق ديال حنا في دوله ديال الحق والقانون.
حنا راه ماشي عايشين في غابه ولا عايشين مع الوحوش. وكنبغي نشكر الناس بزاف اللي ساندونا واللي كانوا معنا من اول نهار، شكرا لهم بزاف، والله يكتب لينا مكاتب الخير.